كذلك من التجارب الإخواننا الموجودة في سوريا، في ليبيا، في اليمن، رغم أن الظروف تختلف، يعني السياق السوسيولوجي يعني والجيوستراتيجي. صحيح. سوريا ما هيش جزائر، صحيح، يعني ما هيش نفس العلو، ولكن الشعوب تستفيد من بعضها البعض، وبالتالي كان رد واضح، وأن الشعب اختار هذا الخيار تاعو، الخيار الاستراتيجي، وهي السلمية. جميل. ولكن السلمية في الحقيقة هي التي تشكل خطرا أو موش القمع، لأن الطمع الذي سيستعمله النظام في الحقيقة لهدف التخويف، لو الناس يبقوا بالسلمية، لأن لازم نعطيه النصائح للناس كيف أن نضعف هذه آلة القمع، يعود الأثر تاعها ما عندهاش معنى، يعني يعود الهدف تاعو ما يكونش. أولا الخوف أمر طبيعي، يفوت الإنسان يحشم من أنه إنسان يخاف، ولكن المشكلة هو أن عندما تترك الخوف هو الذي يتحكم فيك، والإنسان لازم يتحكم. ثانيا أنا أتمنى الناس يخرجوا من السجون، وهذه من التقنيات اللي كانت فايدة في الدراسات العلمية، وكانت فايدة أن الناس اللي مشاو اللي كانوا في السجون عليهم أن يحكوا للناس ما وقع لهم في السجون، لأن الإنسان اللي عمره ما دخل السجن يبقى دائما عنده هذاك الخوف من أنه يسجنوه، وعندما يدخل السجن يرى أن الأمر عادي في بعض الأحيان. صحيح. يعني ما هوش بهذيك الخطورة، تديميستيفي نحي هذيك الأسطورة، وبالتالي الخوف هذاك يصبح ضعيف بالنسبة للإنسان، وبالتالي لا يعجز عن التحدي ومقاومة الظالم والقهر الشعوب. وبالتالي عندما نعود نحن نتحكم في هذا الخوف والتضامن إلى آخره، تصبح القمع يصبح غير مجدي. هذا اثنين من بين التقنيات، وهي توثيق هذه القمع واستعمالها في تلطيخ صورة هذا النظام في المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة عبر الإعلام إلى آخره، تصبح هذه القوة تاعه تصبح قوة خارجية ضده هو، يعني تصبح له مشكلة بالنسبة لي، لأن في حقيقة الأمر الشعب مسالم، وبالتالي لا يوجد هناك مبرر حول القمع. هذا من جهة، من جهة السلمية نفسها هي في الحقيقة ستخلق انقسامات داخل منظومة الحكم، داخل حتى أصحاب القرار، لأن المنظومة هي مجموعة من ديكلوب، من العصب لغوية إيديولوجية إلى آخره، وبالتالي تتوحد هذه العصب في مواجهة معارضة عنيفة، بينما في مواجهة معارضة سلمية فهي تتقسم، ويكون هناك اختلافين تيارين معروفين، وهو أنه التعامل بالتسامح مع الأشخاص لإيجاد حل، وطيار